مرحبا وبيك عايش. لاباس بابا؟ والله الحمد لله. متقاعد من بير قصعة؟ متقاعد من التعضدية العملية بير قصعة. قداش عندك تقاعد؟ عندي عامين. مازلت جديد صح؟ مازلت جديد اي. قداش عندك؟ 34 سنة خدمة. خدمة ما شاء الله. الحمد لله. في تونس المتقاعدين نسبة من المتقاعدين عدد كبير لمحالة يعدي سنوات في الخدمة فوق 30 عام في الأخير يلقى روحه، مش نحكي عليك أنت، نحكوا بصفة عامة مع بعض. يلقى روحه على 200 و300 ألف تقاعد. ما تمش 200 و300 ألف تو في الوقت هذا من 2000 و متصور أنا من اسمه من 2000 ما عادش ال 200 و300 ألف. ما يقارب 75 ألف متقاعد تونسي. التقاعد نتاعه 200 ألف و200 وشوية. والله ما عنديش فكرة إذا كان موجود هذا. أنا ما عنديش فكرة عليه، إذا كان موجود هذا ما عنديش فكرة عليه. من على ظواهر تونسية نتاع الوقت تبدل، مش كيما الشهرية نتاع خمسة سنين التالي، مش كيما. لا تي حسرة يا حسرة، تي هاك تشوف فيه طرف مقروض ب 80 ألف، يعني حكاية فارغة. الوقت كان بدينار، تو هاك أنا تو هابط مثلا من المروج لهنا صارف 10 ألاف ما بين ركوب وش اسمه، يعني حكاية فارغة. النقل واستنى وبرا شو اسمه حكاية فلوس، معاش نسهلوا عليهم فلوس، ما حكاية فارغة فلوس طورت. بس مش فلوس ثوره الاسعار غلاء. الاسعار تبدلت والاسعار والناس ما عادش ثم الانتاج، كلهم يستهلكوا، ما عادش الانتاج ما عادش موجود، استهلاك اكثر من الانتاج. الطبيعه باش تغلى الدنيا. اذا كان الانتاج ما تمش كان استهلاك، الطبيعه باش تغلى الدنيا. تهبط ديما المارشي انت؟ لا ما عادش نهبط، ملي خرجت صي ما عادش صي. احكي على المارشي، نحكي على المارشي اللي تقضي من عنده، هل انت في الدار انت اللي تشري ولا؟ لا انا نشري نقضي. اي نقضي انا. في العاده ديما النساء هم اللي يقضيوا. هم اللي انا الصغر صغير كنت قبل ما نخرج، قبل 2011 قبل 2010 البيتراف والسناري واللفت كانوا مطيشين في المرش كيما تحكوا، توا كيلو ب 3000 فرنك. استغربت يا ودي شبيه شنو اخي شتم انا يعني. لفت بقداش؟ 3000 فرنك. رغم اللي معنا ما نعملش. وبيتراف ب 3000 والسناري كيف انا استغرب، يعني حاجات هذو بسيطة كانوا في المرش يطيشوا، انا اعرفهم من اللي كنت ناخذه في المرش يطيشوا، لكن نهار سالت عليهم قال لي ب 3000 دنيا. كون انت بعدت شوية. فما برشا اسعار في المواد الغذائية، خضرة بليكو. الدنيا غلات وزاد فما شوية هكا عدم سوء ترشيد من المواطن التونسي. مش سوء ترشيد، هي كل ما احنا ديما ندخلوا راهو الانتاج مش موجود، الانتاج ما تمش، الناس ما عادش تحب تخدم. توا تمشي يقعد في القهوة نهار كامل تعطيه 30 40 دينار يقول لك ما نخدمش، الفلاح ما عادش يخدم يقول لك انا ما عادش نخدم فلاح. الناس كل برشا باعت، الناس كلها هربت، شويه من الامطار ما تماش السنين هذا نتاع الجفاف، شويه من يد العامله ما عادش الناس تخدم. يتفضل هو من ارض فلاحيه، دوله فلاحيه. الدوله احنا شنو عندنا؟ احنا الاقتصاد نتاع الدوله، الاقتصاد نتاع الدوله اقتصادنا نتاع الفلاحه، ما عندناش اقتصاد اخر. اكبر دوله احنا نتاع الاقتصاد نتاع الدوله هي الفلاحه، ما عندناش اكثر من الفلاحه. لقينا الله غالب هكا، والناس بدلت تطورت والناس تعلم، ما عادش نجم باش نجموا نلقوا حلول، انه خاصة عندنا اراضي دولية بال لا 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 نجموا نلقوا حلول، مش كيستيون راهو كيف، فماش حد يلقاش الفلوس وما يحبش يخدم. لو كان نلقوا حلول مثلا في الاراضي الدولية وخاصة الخارجيين كي تم الدولة باش تنجم تعمل حلول، تنجم تعمل حلول، اما كي باش تسيب الماء البطيخ حكاية فارغة. نحكيو على موضوع اللي احنا كدوله فلاحيه وعندنا اراضي هكتارات كبيره مش مستغله. اذا كانت الدوله باش توفر تنجم توفر موجود، النجم نزوزوه. كانش الدوله خاطر ما نحكوش ما دخلوش بالتفاصيل، خاطر التفاصيل تعرفوهم الناس كل. ما فماش اراده كي نحكيو بصفه عامه. يرحم والديك، تماش اراده، اذا تم اراده وتم الدوله باش توفر الموجود نجم نتزوزوه ونجم نرجعوا لعادتنا ونجم نرجعوا على اساس ما، خاطر احنا المنتوج الفلاحي نتاعنا كل نتاع المنتوج ده اسمه كل احنا كل نقبل نعرفه وقت اللي صغار نعرفه الدلاع والبطيخ. كانت نجم تزرع تاخذ زريعه من المنتوج نتاع الصيف، اليوم ما تماش
البطاطا نخلطوا البطاطا كانت موجود تاخذ اليوم ما تمش كيلو طرناطه بطاطا ب 4 منين ولا ب 10 منين، يعني حكايه فارغه ما تنجمش باش توفر المنتوج نتاع الفلاحه كل دخلت فيها. كدوله من اهم البلدان في العالم في الجوده وفي الانتاج في التمور وفي زيت الزيتون، التمور وزيت الزيتون انا ديما ناكد اللي من الحاجات هذوما اليوم مفتقدينهم احنا كتوانسه. على خاطر حاجه بيزار طبيعه حاجه شويه من ما انا كلمتك شويه من المناخ شويه من يد العامل. مانيش باش نحكوا على المناخ في الوقت اللي احنا نصدر فيه العالم منتوجات عالميه واحنا كتوانسه جيعانين فيه، احنا زيت الزيتون اليوم ولينا نحكيو على نص سيتر ما عرفش 25 ولا شنو تصدر. دائما نرجعوا له الانتاج موجود، الانتاج الناس ما عادش تعب، الانتاج ما تماش شكون تنتج، اللي يستهلك اكثر من الانتاج، كيفاش تحب انت باش تلقاه؟ انا ما حتى اليوم انا عندي اليوم قداش عمري 60 سنه كنت اسمه تو ولادي ما يعرفوش باش يمشي يخرطوا زيتون ولا باش يعملوا الفلاح. موجود هذه موجود على الناس كل مش كان عندي انا على العالم التونس كل الناس الشباب انا ما عادش تحب تخدم الفلاح، يقول لك اختاني انا باش نقعد نكسر في الفلاح وقت اللي انا باينه ما كانوا احنا ننتج ونمشوا وقت زيتون وقت الصيف اللي اسمه وقت كل موضوع اخر ركز معايا بابا. احنا رانا من المنتجين كبار زيت زيتون من المصدرين الكبار زيت زيتون يعني مش نقص انتاج بار كونتر كي تجي سوق التونسي جيعان في زيت زيتون راونا احنا من اكبر منتجين في العالم. يا اسمع هذا سؤال تنجم توجهه لي انت واش انا واش سيرتو انت خدمت مانيش اختصاصي مانيش ما عندي حتى تاع عندك دي مواطن عارفينك مواطن عادي ما عندي حتى دخل فيه شكون يصدر فيه ولا شكون يستغل فيه، تم ناس موجودين تحكم في البلاد هي اللي عندها الارقام وعندها وين تمشي، انا بالنسبه لي انا كيفاش مواطن ما عندي حتى شيء انا مواطن بسيط راه عندك راي لا محال ما عنديش راي ما عندكش راي؟ مش عندي راي، راي واحد في القداش شنو باش تاخذ راي شنو باش تعمل رايك؟ انا كي تكلمت اليوم قلت باش نعمل وكذا كذا بس صحيح باش يطبق هو بابا نحكي اليوم نعيشوا في مجتمع فيه متغيرات مع صعوبات اقتصاديه شويه مع مجتمع متغير شباب مستهتر نوعا ما ما عادش تفهمه ياثر حتى على سير نمو تاع الاقتصاد البلاد وسير البلاد وصوره البلاد موجود موجود هذاك هو اللي موجود احنا تو احنا عايشين هذاك كان موجود تاثير مع تماش اسمه انا كلمتك كنت ارجع كل لك هي الثقافه نتاعنا كهو ما عندناش احنا ما يلزمناش حريه ما يلزمناش حريه نشوف في الشارع احنا ما يلزمناش حريه خاطر احنا مازلنا مش متاخرين مش نتاع الحريه وقت اللي نخلطوا الحريه مش انا باش نعفس على خاطر انا عندي حريه اقوى منك باش نعفسك وقت الحريه وين الحريه تقف انت تحترمني وانا نحترمك كل واحد في حدودي اما كي انا نخزر لك انا اقوى منك باش نعفسك حكايه فارغه ما تماش حريه منين حريه تولي حكايه فارغه واحد ما عادش ينجم يعيش ما عادش ينجم وانا والله ما عادش من اللي خرجت ما عادش نحب ندور الحكايات هذه نشد خوف الشارع لا لا خوف الشارع ما تنجم تحت مش مبين لا لا تصوروا في كتير احنا هكا تشوف انت حتى المتروات على النقل موجود تلقى يكلمك لا اسمه يكسر وكذا وكلام زايد وكذا كذا تحشم على روحك انت يعني علاش ملزني انا ما عنديش قضيه للشيره هذه ما عادش والله صدقني تو اش باش نقول تونس هذه بالنسبه للعاصمه عندي فوق العام والله ما هبط تحت ما نهبطش يوم الهبطه للشارع تقلق لا تقلق ما عيش حكايه فارغه مش تقلق برك اكثر تقلق واحد يكون واقعي خاطر انا انسان حروجي ما نحبش الظلم ما نحبش الكلام نتعدى على الناس نشوف الظلم مثلا نشوف انا تعديت انسان متعدي على الاخر ما نجمش نسكن نمرض وانا انسان مريض وعندي سكر وكذا كذا نولي نتفضل ديما نشد الدار القهوه اقرب الدار القهوه نعمل احسن حاجه ونروح على روحي ونشد نكتافي عايشك بارك عايشك ربي ياخذ خاطرك عايشك